بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، أوفياء زهرة الحياة FM، تحية لكم جميعا، وأقول لكم في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتواصل المشوار مع حضراتكم في بث حلقات جديدة من برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء. لمسة وفاء ذكروا اللي هو تكريم خاصة لإطاراتنا الطبية وشبه الطبية لما يقدمونه من خدمات جليلة في عملهم طيلة مسارهم المهني. وكم يسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة ممرض رئيس وناظر عام مساعد بوحدة الأغالبة بالقيروان، قدم جليل الخدمات تقريبا 39 سنة في مجال مهامه واختصاصه. معنا إذن السيد والأخ العزيز عادل بشير. خلينا في البداية رحبوا بيك سعادة، نقول لك حللت أهلا ونزلت سهلا، مرحبا بيك سعادة. وبيك بارك الله فيك، وبارك الله في السادة المستمعين وفي الحياة FM وكل منسوبي الإذاعة الكريمة من أعلى مستوى للناس كل اللي يخدموا في الحياة FM. شكرا لك سي عادل. سي عادل، لو كان تعطي السادة المستمعين نعطيه فكرة عن النشأة متاعك، التعليم متاعك، الحومة اللي تولدت فيها، وبعد ذلك نطرق إلى المراحل التعليمية في التعليم الابتدائي ثم الثانوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياتي قدمنا روحك سي عادل. أنا عادل بشير، ممرض رئيس متقاعد منذ 1 أفريل 2023. قضيت 39 سنة في ميدان شبه الطبي اللي هو التمريض، فيهم 6 سنوات في نطاق التعاون الفني بالمملكة العربية السعودية بين تونس والمملكة العربية السعودية. 39 سنة هذه قضيتها في مستشفى ابن الجزار، ثم وحدة الأغالبة، ثم رجعت للمستشفى ابن الجزار بالقيروان. نعم. ميلادي كان في حي الجامع المعروف بحومة الجامع العريقة في عام 1964، ونشأتي وطفولتي كانت بين حومة الجامع والجرابة، مقر عمل الوالد الله يرحمه اللي هو كان نساج، وجدي زاد نساج عم الصادق اللي هو الصادق بشير. نعم الله يرحمه. المعروف برشا يقولوا لي يرحم عارفي الصادق. الميلاد متاعي كان في حومة الجامع في نهج الدباغين المعروف، اللي نهج الدباغين بين منقاص برجب وباب الخوخة. أيوة. هذاك يتسمى نهج الدباغين. تولدت في دار كنا على وجه الكراء ماخذها والدي، وعدينا فيها ما يقارب 20 سنة عدى فيها والدي خطر، ثم انتقلنا للمسكن اللي في حومة سيدي سعد. تولدت في حومة الجامع كما قلت لك، في ونشأت في الحومة هذيك اللي هي فهمتي معروفة بأبنائها ومعروفين. حومة الجامع معروفة بسكانها الأصليين اللي احنا نقوله أصلي. أنا حليت عيني نلقى من منقاس برجب، من دار محجوب حتى دار القحطار، حتى دار القديدي، دار العلاني، دار قريسة، دار عيسى سي محمد صالح المربي الفاضل الله يرحمه، عم صالح الصطفي النحايسي، سي ديماسي، هذوما الكل اللي حومتي، الكل اللي انا تربينا معاهم. وهي حومة الجامع سي عادل أسيدي هي تستقطب ديما ابناء القيروان، احنا نقولوا جماعه داخل السور. بالضبط داخل السور، هذوما نحن اللي داخل السور. نعم. باش ما ننساش الجانب الاخر من السكان باش ما يتغشوش، بدايه من سيدي عبد السلام، سيدي عبد السلام وين دار العلاقي. أيوة. وين دار بوخريس بيع مر الله يرحمه، دار الكافي بو عبد الواحد، مستر زيد، دار العياشي، ونحن جايين دار معمر، دار ونيس، هذوما الكل حومتنا، ودار الحاج العلاقي الله يرحمه اللي الساغي
عيار دار الحاج العياري الصيغي اللي كان عنده كرهبة موسكوفيتش، كانت عنده زوز كرهب في القروان معروفين، موسكوفيتش الكرهبة متاع الحاج محمد العياري الله يرحمه، وأختها بالضبط متاع المولدي جريدي، هذوما اثنين كانوا زوز كرهب معروفين على سبيل الذكر، فهمتني. الحومة هذيك فيها دار الأحمر زادة، وفما دار بوحولة، حومة كاملة. نرجعوا للنهج الرئيسي متاع من باب الخوخة متاع جامع الكبير، وين دار الطبيب اللي هو دار الصحراوي، احنا نقولوا دار الطبيب، مشهورة بدار الطبيب، معروفة دار عبان، دار الرماح، كان يدق في الزرق الطبيب، احنا نسميه هو كان طبيب، فهمتني. نقولوا طبيب دار الحطاب، هي الحطاب ودار الطبيب، لكن اللقب نتاعو الصحراوي. دار عبان بجنبه، دار الرماح، دار بوحصان، دار عبان، خلينا نذكرك دار عبان هو عم الشاد لعبان، عم الشاد لعبان، عم الشاد لعبان كان زميل والدك، عم الشاد الله يرحمه، الداخل الدورة الداخل، انا نحكي على دار عم ابراهيم عبان الله يرحمه، رجل عمتي، رجل عمتي انا الله يرحمها، ابو محسن وابو حمادي، هذوما دار عم الشاد الله يرحمه، كان وين دار الحفصي وين دار باللمين في الزنقة ذيك، فهمتني، دار ولا دار الحاج الحفص اللي يطلع في المفاتح، في المفاتح أيوة، بو محمد وبو سلاح أيوة، فهمتني، بايك بشير الله يرحمه، هذوما كله نحن صغار والحمى، فما دار القرقني، دار بن سعيد القائد بن سعيد الله يرحمه، ودار جيلاني الخلادي، ودار الخلادي، دار بايك الخلادي، هي نعم، هذوما الكل حومتنا اللي نحن كنا صغار، وكانت فما شبه جيلين، جيل صغير اللي هو انا كزمان هذاك، والجيل الكبار اللي هو كيما عبد المنعم القرقني، وكيما اخوه، وكيما دار بوحوله سي سلاح بوحوله، وجماعه هذوك اكبر منا في العمر، كانوا هذوك النواه الاولى في البطحه نتاع حومه الجامع، كانوا يلعبوا الكوره غادي كينا، وكنا نحن نتبعوا فيهم ونغزروا لهم، وساعات يجيوا يلعبوا معاهم، يلعبوا الكوره في البطحه نتاع باب الخوخه مع اللي بما يسمى، ينعم يعني بما يسمى وقت يجي خميس العبيدي ومنصف وهذا، هم اصلهم من الغساله يلعبوا في بطحه الغساله، الا انهم يجيونا لحومه الجامع في نطاقك، هاي حومه تلعب مع حومه أيوة. وغالبا ما تنتهي اللعبه بالضرب بالحجر، خاطر حومتنا تربح، ونحن صغار نبداو فرحانين خاطر حومتنا تربح. فك الوقت ذاك كانت، فهمتني، ولا الخير موجود، وكانت الناس تحب بعضها، وكانت الديار، فهمتني، ولا محلولة، ما كانش باب يسكر، واللي مروح قبل الليل يرقى باب دار محلول يجبدو يسكر ويتعدى، ديار عربي، فما اللي مازالت قائمة الذات على شكلها الحالي، على شكلها الأصلي مازالت موجودة، وفما ديار اللي تبدلت الانفراستركتور متاحها وطيحوها الورثة ولا بنوها، والديار اللي موجودة، فهمتني، ولا نرجع زادا نذكر دار الشرادي، دار الورتاني، دار باي بوخيت الله يرحمه، باي عمران بوخيت، حامل بوخيت الله يرحمه، كهو نساج وحامل لكتاب الله، وكان يقري في الجمعية القرآنية بالضبط، علاش قلت لك حامل لكتاب الله، فهمتني، بو محمد وبو محمد الهادي، هذه حومتنا، فهمتني، حومة الجامعة اللي أنا تربيت فيها، كنا نلعبوا، فهمتني، الكومة، فك النهج الصغير هذاك اللي هو بين منقص برجب وبين باب الخوخة وبين توا نادي الصحافة، ذاك قبل احنا نسميوه التكية، ما نعرفوش حاجة اسمها نادي الصحافة، في وقت من الأوقات تحل باش يوزع بعض الإعانات، كانت تجي العباد من تالي في الباب الخلفي، مش اللي على الكياس، كانت تجي العباد تعبي تاخو، فهمتني، ولا الإعانات من ثميكين اللي هو غالبا ما يكون حليب غبرة وزيت وسكر وشوية مواد غذائية. هذه تذكر فانا سنة سعادة، هذه أنا من مواليد 64، أعرف ما خرجت وحيد، أنا وحيد، أمي وبي ما عنديش معناها الأخوات، لا أمي من بي، لا عندي الأخوات، لا بنات لا أولاد. من المدلل أنت؟ تنجم شنو مدلل، أنا ما نقولش أني أول واحد اللي في حومة، فك الحومة هذيك واني صغير جاتوا بسكليت من ليبيا وسيرفاتمون جابوهم لي، جابهم لي خالي من ليبيا بتوصية من الوالد، وقت اللي نخرج بك البسكليت اللي توها تو كل صغير ما عندهم بسكليت ملوحة، فك الوقت هذاك كنت مدلل خاطر والدي، وعندي صور تثبت في اللي أنا بالحق كنت مدلل خاطر والدي الله يرحمه كان متعلق بي، وكان والدتي زادة ذي هذوما حاجتين مفروغ منهم، كانوا مدلليني، أنا ما خرجت من الفرش، أنا تولدت في الدار وما خرجت من الفرش ومن تحت الناموسية إلا بعد عام ونص باش خاطر انا الوحيد اللي عند والدتي، وما وكانوا خايفين عليا، جاوا زوز بنات قبلي انا وتوفاو في الصغر، هما مازالوا في طور اللي نقولوا نحن دي نوفوني معناه، فهمتني، وقت اللي جيت اني خايفين عليا من العين ومن الكلام ومن نفس وما يدخل حد، كانت عندي مماتي ام الوالده الله يرحمها، عندها سامحوني في الكلمه، عندها بقره في بنت شلبيه المكني،
بنت معناها والدت خوالي اللي هو محمد الجريدي الله يرحمه وعبد الرحمن وبقية. سمحني سي محمد الجريدي مش كان معلم هذايا؟ لا المولدي معلم. المولدي الوحيد كان معلم. ثم الحاج ثم خالي المنصف شهرة اللي هو أحمد الجريدي هو نقولوا له المنصف كان في الجيش فهمني. هذوما الاثنين اللي محسوب دخلوا الوظيفة العمومية إلا أنهم كلهم هما من خالي محمد الجريدي الله يرحمه، وخالي عبد الرحمن الجريدي الله يرحمه، وخالي علي الله يرحمه الجريدي، خالي عبد العزيز، هذوما كانوا بنايا كانوا مقاولين تاع بناء فك الوقت هذاك، وبعض بنايات معروفه الى اليوم كي نقول لك معناها مساحه حمد العواني تبنات بناها خالي للمرحوم حمد العواني، خالي عبد الرحمن كانوا يعزوا ياسر. فما بعض بنايات قديمه في القروان بنوها ولاد الجريدي اللي هما اخوالي. وبالحقيقه انا كنت فخور باللي هما اخوالي ونتشرف بهم. كذلك الحومه متاعنا كانت فيها بسم الله ما شاء الله من ناس معروفين، باي الحاج الحبيب القحطار، باي السيد القحطار الامام وحافظ القران، هذوما حوم عم صالح العلاقي، عم صالح اني جايك في ذكر الاسماء. أيوة. عم صالح وعائله العلاقي عندهم الجامع اللي هو بحذا توا باش ما نعملش بحذا المطعم بحذا باب الخوخه، باب الخوخ ذاك معروف بجامع العلاقي. المؤذن نتاعو كان خليفه الله يذكر الله يرحمه، هو توفى خليفه، المؤذن نتاعو خليفه، ولاد العلاقي كانوا لاهي الى يومنا هذا مازالوا لاهين به، وكان الجامع ذاك يعم بالمصلين وكان يعملوا فيه تكرار. الملة الرئيسية كانت في جامعة عقبة بن نافع. نحن مش نقول بحث سرايت القديدي. بحث سرايت القديدي. أيوة. إلى يومنا هذا احنا حلينا عين. تتعليها سرايت القديدي. سرايت القديدي. أيوة. ما نقوله سرايا. نعم دار القديدي. سرايت القديدي. بنية كبيرة شيخة. هذيك كانت بحكم اللي هي البنية الوحيدة عالية. أيوة. وكانت في شبه بالحق كانت سرايا. كانوا من الشباك الفوقاني يغزروا للكياس السوسة اللي داخل الكراب والخارجة منه يغزروا يراوها. تولى مطعم. تولى مطعم ربي عينه يخدم على رويحته وهنو يعج بالحرفاء. إيوة. الحومة هذيك هي المنشأ متاعي وشوية طفولتي في الجرابة. خاطر حانوت الوالد الاول والثاني في الجرابه. حانوت تاعكم فين كان؟ كان قدام مولاي الطيب الاول. حانوت الاول هو كان على ملك البلديه في قدام مولاي الطيب بالضبط. أيوة. زاويه مولاي الطيب هذيك الدكانتين اللي بحذا مولاي الطيب هذيك طفولتي لعبت فيها انا. وفما ثلاثه محمدات وعادل نسميهم، عندنا محمد عبان ولد عم الشادلي. أيوة. عندنا محمد عظوم ولد بي علي عظوم الله يرحمه، ومحمد لندا زميلي في المستشفى ولد عمي قاسم والعبد لله عادل. كنا هذيك مكان اللعب متاعنا بحكم اللي هي هكا قدام المولاي الطيب قد كان يسكن فيها بي عمر جرات وبحذا جامع ثلاثة بيبان. فهذاك النهج نهج مولاي الطيب بحذاكم جامع يوفى بجامع ثلاثة بيبان. اي نعم. راهو يختلف نهج جامع بثلاثة بيبان على نهج مولاي الطيب. نعم. هما الاثنين يحدوا لبعضهم. كنا فهمني مولاي الطيب كان يسكن فيه بيع عمر جراد الله يرحمه، الله يرحمه بوسي الطيب جراد الله يذكره بالخير القيم اللي متقاعد من التربيه. سي الطيب جراد وعيلته كل كانوا يسكنوا في مولاي الطيب، عيله طيبه كنا ما كانوش فهمتني ولا لا اصحاب مشاكل لا عندهم، تسمع كان الكلمه الطيبه كان صباع الخير. النهج هذاك كانوا فيه بعض عرفات، نبدا بالسي خميس جباس الله يرحمه وولاده، خدموا نسيجه ما شاء الله قبل فما الزوابي اللي هو خياط ثم من بعد ولا متاع جبايب ومتاع سوري. صحيح. بعد خميس جباس تلقى حانوت بي حسين فرحات الله يرحمه خدم النسيجه، ثم تجيك زوز حوان تخصين بالمكفوفين. قبل ذلك فما زاد ايضا زوز حوان انت متاع الله يرحمه وينعمه الشيخ السيد القحطار. لا انا شيك انا مشيت لك بالترتيب. كان هو وخوه الحبيب او احمد باي الحبيب بايك الحبيب كانوا يبيعوا في الطعمه كان بالضبط. إيوه؟ بالضبط. انا إيوه؟ قاعد مشي لك توا بالترتيب من نهج. بعد ما تلقى المكفوفين تلقى حانوت الوالد متاعي اللي هو حانوت صغير كان قبل فيه هز زوز نوال. جات الدوله قصت الحوانت باش اسست المستوصف نتاع الجرابه اللي إيوه؟ هو توا مستوصف. جات لقات الارض شويه بحكم اللي المحلات بكل هذيك ملك للبلديه، هو كان حبس قبل وخذاته البلديه، تقصت صف حوانت من حانوت الزوابي وانت ماشي الجباس اللي تولت بطحه زروق. بطحه زروق اللي فيها زروق. مستوصف مشهور مستوصف زروق لكن المعروف مستوصف الجرابه. أيوة. بطحه الجرابه.
بعد حانوت الوالد تلقى حانوت زوز حوان تخرين، ثم يجي حانوت بيع لي شيلة الله يرحمه إيه؟ اللي ولده صالح شيلة وولده الله يرحمه تيجاني شيلة بو محمد خويا محمد شيلة هذاك رفيق الصبا زاد ولعبنا مع بعضنا في حومة الجامع، وكان كان هذاك يبيع في عش في القرد ولا في هو حاجة. أصله حشيك نوعين أيوة. كان نوع نتاع صالح كان عنده الله يرحمه الكريطة ولا كان شبه حمال، لكن بايك عليه كان الفحام، ومن بعد صالح ولده ولا زاد يبيع في الفحم. الحانوت هذاك اللي على الشوكة بالضبط نتاع الزنقة الصغيرة، وين حانوت عظوم وحانوت القرقني أيوة. وحانوت لندا وحانوت سامحني قبل كانوا يقولوا المعوج توا ولا مكدود لقب نتاعهم الزنق والسداية ذاك اللي سدي، وفما حانوت صالح يوفى بصالح العبيدي الله يرحمه الحانوت التيلاني وكان الزنقة ظريفة بحث عمد صالح هذيك هذيك اللي سميتها لك الزنقة فيها تقيد ثلاثة ولا أربعة نساجة بكلهم نساجة أيوة. كان واحد برك هما بكلهم نساجة، كان واحد برك اللي هو يسدي الله يرحمه سي عبد الرزاق خلينا نقولوا المكدود هو قبل كان عندهم حانوت قبل الملول بكل العالمين حانوت المعوج زاد بعد ولا لقبهم المكدود. وندخلوا لداخل شويه معناها داخل النهج هذاك شويه شو نلقاو؟ نلقاو زوز نجاره الله يرحمهم كان سي يعيشوا له رحيم رحيم الشوك سي عبد الرحمن الله يرحمه، وكان وبجنبه خوه المدب الله يرحمه أنا ولده توا سمحني نقول ولده بقاس توا إلى يومنا هذا في الحانوت بقاس الشوك هذاك ولد المدب الله يرحمه. وعلي صار كان حانوت العلاقي حانوت النجار العلاقي النجار بالضبط الحاج العلاقي توا أنا فيه ولده كي نخرجوا لك الطريف هذيك تلقى حانوت الوالد متاعي توا حاليا مازال قائم الذات، هو الحانوت موجود وعلى ملك الوالد الله يرحمه مش هو حانوت البلدية، شريه الوالد من عند المدلسي وقتها كان شريك هو وسي عمر بن سلام الله يرحمهم الكل، كانوا في عملوا مزدية عنده عملوا سدايه ميكانيك كان عندنا فهمتني ولا شاد للطيف يخدم معاهم من اولاد الطيف أيوة. الحومه ذيك اللي فيها حانوت عم الشادلي بجنبه حانوت الطيف قبله حانوت الطيف يتسمى بنهج مالوش نهج مالوش الطريفه ذيك نهج مالوش اللي هو بوسي محمود مالوش هو نهج محمود مالوش فهمني بوس إبراهيم الدار نتاعو تفتح على ناجي تفتح على ناجي ناجي بالضبط أيوة. بالضبط ونلقاو أيضا حانوت نجار نتاع سي نقرة مازلنا ما وصلناش لسي عبد الحميد نقرة سي عبد الحميد فما زوز قبله نجارة اللي هو فهمتني ولا مالوش زاد نجار أنو تو ما عادش الحانوت هذاك أنو وأنت ماشي كأنك ماشي للبلدية الجديدة نتاع مدينة بلدية القيروان هي فرع المدينة نعم. فهمني الحومة هذيك الكل كانت عرفات وكانت سمحني كبارات نعم في الصنعة نحكي كانوا كبارات واللي يتعدى الكبير يحترم الكبير يقول له يرحم عارف فلان الآخر يقول له يرحم باي حمد الآخر يقول له يرحم باي محمود الآخر يرحم باي فلان كلها كانت احترام متبادل وكانت الممر هذاك يحل على باب سوق المماجل هو توا مسكر اللي بجنب بلدية القيروان هذاك باب فرعي لسوق المماجل كانت فيه زاد بعض رموز نعرفوهم كان بايك الهادي الحربي الله يرحمه كان غادي كينا يخدم الجلد في سوق المماجل في المدخل على اللي صار وفما وحده يقولوا عميمي عميمي وعن المعيل العميمي توا خرج ولا مقابل برد هو كان يخدم في سوق المماجل ما سوق المماجل توا قد يكون بدا يضمحل لقدم البناية وعدم ترميمها بايك عبد الرحمن الخضراوي بايك الخضراوي كلهم ذو معروفات في صنعتهم وكنقول عروفات راه ما يتسمى عارف إلا بالحق إلا ما يخدم برشا صناعة عنده ويخرجوا ويوليوا زادهما عروفات يقولوا صباح الخير يا عارفي نهارك طيب يا عارفي أنا أصل والدي في النسيجة وباي سيدي كان نساج إيوة. الدار اللي تود بجنب دار مالوش كانت مخزن قبل تفتح على الجهتين المخزن هذاك كان انا حضرت واني صغير على جدي الله يرحمه حمد بشير نساج فيه يخدم فيه العربي فقط إيوه. اللي هي العبانه والتجليله والحيك اكهو والدي وعمي الله يرحمهم كانوا يخدموا في السوري اللي يتسمى التوزري قولك شرينا توزري من جرابه إيه. فما ناس الى يومنا هذا بما فيهم اني مازلنا نفرش التوزري في ديارنا عندنا توازر من خدمه الوالد الله يرحمهم من محسوب من التسعينات ومن الثمانينات ما نحكيش على العباين اللي عندي توا مثلا في الدار اللي متاع أمي هذوما مخدومين من قبل ما نتولدياني من قبل الستينات في السبع في الخمسينات مخدومين بصوف وقيام أصلي توا قايمين الذات ما محافظ عليهم أنا محافظ عليهم وزيد صنعتهم كانت مرتوبة صحيح. كانوا صناعية وقت اللي توا فما بعض الديار عندهم عباين وعندهم واحد قلك شريتها من عند باي فلان الله يرحمه
كانت الصنعة موجودة. صنعة وأيضا فما زاد الأواني النحاسية الحرفية. القراوة مشهورين بالنحاس. هي أنا عندي نحاس متاع أمي الله يرحمها، فما قطعة نحاس قطعتين عندي من قبل ما تولد أني وعطيتهم لولدي توا يخدم بهم. النحاس معروف من قديم الزمان في القروان، والقروان مشهورة بالنحاس. بنحكينا على نهج زروق الجرابة. الجرابة الجرابة ذيك كان زاد قبل كانت أم العديد من الصنايعية، وكانوا قبل يجيبوا يعملوا الطعمة يصبغوها. فما في المقابل احنا رأي أصل الجرابة هي السوق للطعمة ولل ومشتقاتها. أيوة. اللي توا هني توا بعد ما تفوت قهوة قلبي المعروفة. أيوة. قهوة قلبي من قديم الزمان. أيوة. تدخل شوية هذيك سوق الجرابة، وين حانوت بيقاس دربال، وين حانوت العش، وين حانوت عم صالح العيار يلا يرحمه. برشا أسماء كانت فهمتني، ولا عمي مصطفى بشير الله يذكره بالخير، وحانوت بو هذاك فهمتني، حانوت الرباوي الله يرحمه، حانوت بو حولة. ذكرك شي في حاجة في الحمت في الجرابة، حاول ما تدخل الجرابة على اليسار شكون تلقى؟ تدخل الجرابة على اليسار تلقى كفتيجي واللي هو بيك بيك الهادي بوجلال. بوجلال توا ولده هنو خذي عليه الصنعة. أيوة. عم الهادي كان صناعي في الكسكروت في التركينة بعد قاوة صحيح. قلبي صحيح. هذاك كان بالضبط وقت إذا كان يفرح بيك عم الهادي الله يرحمه، تغزر له يجبد اشترى الشواية يغطسها في الطاجين متاع الزيت قبل ما يعمر الكسكروت. هذيك صنعة توظم حلت قليل اللي يعملها اللقطة هذه، كان يجبد اشترى الشواية يغطسها في الطاجين وهو يشعل بالزيت ومن بعد يعمر لك الكسكروت. هذاك دليل على الصنعة وعلى الحرفية. الحانوت هذاك وبجنب قهوة قلبي كان باي مصطفى المعيل الحجام. حجام ايه هاي فهمتني ولا، وحانوت رمضان العطار، حانوت محلوت الحجام محمد حليوية، وحانوت حليوية في البطحة هاي حليوية، تو حانوت باي مصطفى في الداخل تحت بجنب قهوة قلبي ايه. لأنه حانوت حليوية كان في البطحة تو من حانوت الخضراوي اللي يبيع في قطاع البسكليتات، احنا مش نعمله في إشهار ايه. اما نسميه بالأسامي فهمني. وبجنب حانوت رمضان، حانوت رمضان انا شريت من انا وكبت باي رمضان الله يرحمه، وكبت ولده عامر، وتوا هاني ساعات نقضي من ندخل نقضي قضيات من عند اللي هما والاحفاده الوليد اللي موجود على ما اظن اسمه بلال او حاجه كيما هكا. الحومه هذيك حومتي انا نشات فيها وتربيت فيها، والبطحه ما كانتش عاليه كيما كاك، كانت فما رون بوان في الوسط في بوتون تاع ضو. أيوة. ما كانتش البوسطه موجوده، كان فهمتني ولا هذيك بكلها عباره على حوانت يخدموا في الجبايب العربي، يخدموا في الجبايب والبرنوس نسميوه صدار. صدار اللي هو الصدار. الحومة هذيك ما تنساش فما واحد قديم برشا في الجرابة، مش في الجرابة في نهز زروق، هو ما يتكلمش يعني البكوش هذاك نتاع هذا مقابل قهوة قلبي. قهوة قلبي كان عند الصناعي بأتى التوى مازال موجود، التوى ربي يطول في عمره مازال موجود، وبنته خذات عليه الصنعة، خذات عليه الصنعة، وتوى الحانوت هانو تهيأ. أيوة. وتعاود حياة من جديد، فيه جبايب وفيه البرنوس وفيه وكلي بحذا قهوة قلبي يعني في جبايب عادي كيسار الحمد كبير هذاك يعني هذاك هو اللي نحكي لك عليه. هذاك هو. أيوة. هذاك توا فيه البنيه بنته وفيه البكوش هذاك مازال هو هانو يمشي كبير شويه كبر في العمر بالطبيعه فهمتني. وين يجي توا عم صالح اللي كانت عنده برويته في باب جلادين توا كبر ربي طول في عمره وفي انفاسه، كان يجي توا يجي هاني راه يجي يقعد يرتاح ثم يشرب قهوه من قهوه قلبي. الحومه هذيك بكل راي فيها بعض فيها نكهه كبيره، كانت نكهه كبيره، وكان حتى كان قبل اللي سامحوني في الكلمه اللي يرتكب معصيه كان يرتكبها بالستر، وكان فهمتي الناس الكل يقولوا ربي يهديه بالحق، ما كنتش ترى حتى اشكاليه وحتى فهمني حتى مشكل، الناس كانت عايشه بطبيعتها. وفما زاده جامع معروف في باب القده، جامع القحطار. انا يعني جامع القحطار بالضبط. عم السيد كان ثلاثه جامع السيد القحطار كان يعمل في الاملاءات من بعد العصر وما بعد المغرب يعني والصباح بكري، والصباح بكري في بعد الفجر الله يرحمه. عم السيد هذاك باي السيد الله يرحمه، الناس كل قرات عليه الحفظت عليه القران، والناس اللي قراوا عنده الكل بسم الله ما شاء الله مستقبلهم معناها زاهر وناس منوره. وزيد نقدموا القدام شويه النهج هذاك نتاع مولاي الطيب. أيوة. لا النهج نتاع مولاي الطيب. أيوة. ما كملناش فيه بعض العناوين الكبيره. أيوة. كان بجنب الجامع فما بحذا دار بالغيث كان ديوان الحوت. ديوان الحوت يعطيك الصح. ديوان الحوت هذاك توا الباب نتاعو مجدر، كان قبل الحوت يخرج للقروان كامله ماك الديوان هذاك. ماك الديوان هذاك صحيح. بجنب مولاي الطيب.
بجنب مولاي الطيب كانت المصبغه نتاع سي حسين العلاني الله يرحمه، كانت المصبغه. من بعدها يجي حانوت البي لحبيب القحطار وبي السيد، كان عندهم الشيخ الخبو يخدم معاهم، راجل كبير هكا. مش نعطي سكوب، يمكن حومه الجامعه كان فيها ما نقولكش فك الوقت هذاك يمكن 3-4 تليفونات فيكس، ما كانش البورتابل. من ضمنها حانوت بي القحطار كان عنده تليفون، وكان اي واحد تجيه مكالمه سواء ولده في الخارج كيما خميش الزباس ولا حد، يا فلان اي جاو تليفون، يخرجك المدب هذاك الخبو يعيط له يجي يتكلم في التليفون. قبل ما نواصل معك هذا الحوار الشيق وهذه النبذه التاريخيه على الحومه، حومه الجامع هي حومتي وحومتك. نعم. حومه الجامع تبقى دقيم، تبقى مناره رمز. تبقى مناره ورمز، رمز بما فيها يعني من صناعيين، بما فيها من تجار، بما فيها من اولياء زاد صالحين. نعم. يعني هذه الحومه حومه الجامع تبقى ديما كما كنت تحكي تاريخ كبير. يشرفني اني نكون من مواليد حومه الجامع. تاريخ كبير لهذه الحومه. به نحن في الحصه نتاعنا نحب الناس مروحه فنيه، تحب تسمع محمد عبد الوهاب؟ اظن قلت لي تحب تسمع محمد عبد الوهاب. شنو الاغنيه؟ قول لي عمل لك ايه قلبي. اذا ابني وصديقي ايمن ليقا اللي رافقني في هذه الحصه على مستوى الاخراج التقني والرقمي، مش نسمع قول لي عمل لك ايه قلبي للمطرب الجيلين محمد عبد الوهاب.